السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم هي المثوم. واش نحتاج في الوصفه؟ عندنا كميه من اللحم المفروم، الزيت، التوابل، عندنا هنايا ثوم غابي، فلفل اسود، كمون، شويه تاع القرفه، العكري والملح، ونصف ملعقه كبيره تاع الزبده. بالنسبه لاصوص طوماط عندنا حبه كبيره طماطم مبشوره، التوابل نفس التوابل، ونصف ملعقه كبيره طماطم مصبره، زيت، في الاخير لحميصة. نبداو على بركة الله. بسم الله، حطوا اللحم المفروم، نحط الزبدة، حطوا التوابل، حط لكم شوية فلفل الكحل، شوية تاع القرفة، الملح، العكري، والثوم. في الآخر نضيف الزيت. نخلطه مليح. الان شكلهم كرات. بسم الله، الان حضروا لاصوص طوماط، نحطوا الزيت، بسم الله، نحطوا طوماطيش غابي، قلت لكم حبه كبيره يعني على حسب الافراد العائله، نحطوا الحميصه، نضيفوا التوابل، الكمون، فلفل اسود، العكري، والملح، شويه تاع القرفه، في الاخير الثوم. خلطوها مليح. الان نضيفوا لها طماطم المصبره، قلت لكم نص مغرفه كبيره، هكذا نخلوها زيت تقلى مليح ونمرقوها شويه. الآن نمرقوها، بسم الله، تخلوها تغلي شوية، بعد نديرو الكريات تاع اللحم. الآن نرمي الكريات، بسم الله، هكذا، ونخلوهم يطيبوا في عقلهم. هاوليك رانا كملناه، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة ونتمنى تجربوها، وشاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. قلكم سلام، نتلاقاو في وصفات أخرى.